هل الذي من آل بيت الرسول لا يمكن أن نأخذ مساعدات مالية من أي مسلم وذلك أنه فقير ومغترب عن بلده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. وبهذا عمل فريق من أهل العلم، ولكن من العلماء من قال: آنذاك كان لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نصيب من الفيء والنصيب من الغنائم، فلم يعد لهم الآن أنصب من الفيء ومن الغنائم، فهل نتركهم يهلكون؟ وأن النبي وصى بهم لا نتركهم يهلكون. جوز بعض العلماء إعطائهم من الزكاة الآن إذا كانوا من أهل الحاجة وليس عندهم ما يقيم أمرهم. هكذا قال فريق من أهل العلم، وبالله التوفيق، لانعدام الدخول لهم، ليس لهم من الفيء ولا من الغنائم، ولم يعد العالم يعترف بهم. هذا وإذا كان رب العزة أحل أكل الميتة للمضطرين وأكل الخنزير للمضطرين، فمن باب أولى إذا كانت هذه حالتهم فحينئذ يجوز، والله أعلم.